thank mm -hmm. you مساء الخير، مساء الأناقة، مساء الجمال عليكم مشاهدي شاشة الراي في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة اللي دائما تجمعنا معاكم على الخير والمحبة والصحة أكيد باقة شبابية أو مواضيع شبابية دائما نطرح لكم عشان نمتعكم واحنا نستمتع أكيد مساء الخير أسرار مساء الخير شيخة، مساء الخير لجميع من قاعد يشاهدنا عبر شاشة الرأي برنامج رايكم شباب في ساعه جديده يوم الاربعاء ودائما ما تكون يوم الاربعاء يوم مخصص للبنات خصوصا انه هو اول يوم في السنه الهجريه في كل عام تبخير وكل عام انتم بخير اكيد لكل من قاعد يشاهدنا عبر هذه الشاشه اكيد وكل عام وهم بخير ان شاء الله نوعدكم اليوم مواضيع شبابيه شيقه اكيد ساعه راح نتواصل فيها معاكم انا وأسرار بمواضيعنا نعم في حلقتنا اليوم راح نناقش موضوع جدا غريب نوعا ما خصوصا نحن راح ناخذ احدى انواع الفنون القتاليه وبالاخص الكاراتيه لكن ليس المخصصه للرجال بل المخصصه للنساء راح نتعرف اكثر على هذه الرياضه مع الكابتن مناير سالمين وبالاضافه لذلك راح يشرفونا ضيوف شابتين متميزين في هذا المجال راح نتعرف اكثر على هذه الرياضه معاهم شنو الجوائز اللي يحصدوها فيها واللي ممكن انت تكونين لاعبه كاراتيه ولا لا ان شاء الله اكيد راح نتعرف اكثر على هذه الرياضه دائما ما مثلا مثل هذه الرياضيات الرياضات يقولون ان هي حق الشباب بس صحيح. بس اليوم راح نتعرف وتفاصيل اكثر عن الكاراتيه وايضا مثل ما عودناكم في الموضوع النقاشي اللي رايكم شباب اليوم موضوعنا راح يكون شنو تسوين اذا صديقتك او اعز الناس على قلبك تخونك وبكل صراحه شنو راح تكون رده فعلك؟ وهل راح تسامحينها وتكملين معاها وتغفرين عن الخطا او شنو راح تكون رده فعلك؟ هذا موضوعنا لليوم. نعم اتوقع انه موضوع جدا حساس خصوصا انه هو يمس يعني علاقتك بينك انت وصديقاتك ومعنى الصداقه المفروض انه ما يكون فيها هذه النوع من الخياط لكن اي احد حاب انه يتواصل معنا في اي اي موضوع من مواضيع حلقتنا لليوم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه او عن طريق السوشيال ميديا فيسبوك دوت كوم سلاش رايكم وايضا تويتر ات رايكم اس واللي حاب انه يتصل 2495 وبرا الكويت 00965 نعم هذه طرق التواصل اللي حاب يناقشنا في موضوع الحلقه اليوم مثل ما يا اسرار انه هو موضوع وايد مهم ويمس اكيد فئه كبيره من البنات خصوصا انه دائما ما يصير حزازيات بس ممكن اسرار احيانا يكون الشخص فاهم غلط او اكيد في شغله فاهمها غلط يعتبرها خيانه فاكيد راح نتكلم تفاصيل كثيره عن هذا الموضوع وراح نعرف اراءكم في حلقتنا اليوم. نعم انا اتوقع ان هذا الموضوع مو يخص بس البنات يعني يخص شريحه الشباب بشكل عام أكيد. خصوصا ان قاعد نشوف هذه المشاكل اللي قاعد تصيبهم حتى لو كنتي اثنين هم يكونون قراب من بعض لازم يكون في عنصر ثالث يحاول انه هو يفرق هذه الصداقه يعني انه هو يدخل بينهم ويصير موضوع انه يصير تنقل حكي حتى لو ما كان صج أكيد. بس هنا هني يطلع لك اذا انت كان صج انت الصديق اللي معك انت فعلا صداقتكم يعني قريبه من بعض معناته انت راح تبدين تروحين تكلمينه هل آه هل هذا اللي صاير صحيح ولا مو صحيح لكن نعم. اذا انت كنتي مو مو حلو وياها انا ما توقع راح يهمك هذا الموضوع يعني لان راح تصير مشكله تكبر على الفاضي اذا انت كنتي مو قريبه وياها صح ممكن بس في ناس ممكن يكونون حساسين م. ان اي موضوع حتى لو ما كانت قريبه ياها يعني ممكن تنجرح من خيانتها سنكمل انا سوالفنا في موضوع الحلقه بس خلينا هذا التقرير عن مهرجان المسرحيون اللي يتكرمون فيه كل المشاركين في مسرحيات العيد اكيد خلينا هذا التقرير مساكم الله بالخير متواصلين معكم مشاهدي تلفزيون الراي ونحن نتنقل من مكان الى اخر عشان نجيب لكم احلى التقارير هناك مهرجان جديد هو مهرجان المسرحيون في دورته الاولى برعايه الشيخ تعيل خليفه الصباح ونايف الشمري وسيده الاعمال جواهر هذا المهرجان يكرم نجوم المسرح اللي اشتغلوا وتعبوا طوال الفتره اللي فاتت هيا عبد السلام فؤاد علي خالد الرفاعي صمود نجوم كثار ممكن اكون ما ذكرت اسمائهم ولكن راح تشوفونهم من خلال هذا الريبورتاج. اتشرف اليوم بتكريم نجوم المسرحيون في العيد 2013 وبهالمناسبه السعيده. اشكر كل الفنانين على جهودهم اللي بذلوها في العيد لإسعاد جماهيرهم وهذا اقل شيء نقدمه للجمهور الكريم في هذه آه المناسبه السعيده وتكريم النجوم وان شاء الله الى مزيد من النجاح ومزيد من الابهار انهم يستاهلون كل خير نجومنا الفنانين الشباب والكبار ان شاء الله طبعا شكرا على التغطيه الجميله من قناه الراي لهذا المهرجان الجميل الداعم للمميزون في المسارح فتره العيد نقول المسرحيون في العيد مثل ما سموه شكر ايضا خاص للسيده جواهر سيده الاعمال على رعايتها لهذا التكريم والمهرجان ايضا شكر خاص لراعي الحفل لراعي الفنانين خلينا نسميه دائما يعني ما يكون سباق في هذه الامور الشيخ دائل الخليفه الصباح وايضا مدير المهرجان أه الاستاذ الصحفي نايف الشمري أه جدا رائع المهرجان يمكن هو بسيط في بدايته لكن نطمح لان يكون اكبر من كذي أه في الايام القادمه لكن أه الاجتهاد أه بالنسبه كان يكفيهم شرف الاجتهاد لهذا المهرجان كان جدا جميل وشكرا لكل القائمين على هذا المهرجان أه يعطيكم الف عافيه وشكرا لكل داعم لكل فنان كويتي موجودين شكرا. يعطيكم العافية مشكورين ما قصرتها وعلى حضوركم وتواجدكم شكرا لتلفزيون الراي شكرا لبرنامج رايكم شباب اللي أمانة من أول ما أنا عن نفسي أتكلم من أول ما دشيت المجال الفني من من التلفزيونات والبرامج اللي دعموني تلفزيون الراي ورايكم شباب دعموني من أول ما بديت لليوم مشكورين ما قصرتوا وشكرا للشيخ دعيج خليفه الصباح وأستاذ نايف الشمري والسيده جواهر على هذا التكريم، تكريمي في في تكريم المسرحيون لعام 2013، وهذا التكريم امانه يعطينا دافع ان نقدم الافضل، اذا الله اعطانا عمر ان شاء الله في الايام الجايه نقدم الافضل والافضل وشيء يرضيكم ان شاء الله، اخوكم خالد بو كل شكر والتقدير حق الشيخ دعيل الخليفه وسيده الاعمال جواهر باداره الصحف المتميز نايف شمري على تكريمهم احنا اليوم كفنانين مسرحيين بحاجه حقنا الدعم هذا والله يوفقكم والله يوفقكم والله, والله يوفق الجميع ان شاء الله وسامحوني بدليات وايد رجعنا لكم مشاهدين بعد هذا التقرير المميز لكل الفنانين اللي شاركوا فيه المسرحيات في فصل العيد نرجع أه لموضوع حلقتنا اليوم أه شيخة شو ممكن تتصرفين إذا اكتشفتي إن واحدة من رفيجاتك خانتك في أي موضوع كان عاد انا حساسه اسرار واعترف اني بعض الاحيان اصير وايد مليقه ودلوعه في هذه الامور ممكن انا اتسرع وشوفي احنا لازم نسامح لان دائما الاصدقاء هم اقرب ناس وكل الناس تغلط بس ان انا ما يعني ما ارد مثل ما كنت يعني ممكن ان اقول الحمد لله ان اكتشفت صديقتي ان هي مثلا يعني خانتني او جرحتني في موقف ما اذا كان السبب تافه جدا راح اسامحها وعادي ما يكون شيء داخلي بس ممكن ان انا اسامحها واقعد معها وعادي بس انه يكون متخوفه منها مو كل شيء اقوله مثلا مو كل شيء مم. ما اكون كلوز حيل معاها اذا هل تروحين تواجهينها ولا لا انت يعني تسامحين بينك وبين نفسك انا لازم اسمع لانه وايد أم يعني وايد مواقف مم. تصير ان اذا ما سمعتي اكيد في شيء صح. مو موجود بالموضوع يمكن انت ظلمتي او ناس ظلموها اللي وصلوا مثلا صحيح. فلازم اسمع صحيح انا اشوف نفسي ان انا يعني دائما احط نفسي بهذا يعني اذا انحطيت في هذا الموقف مم. تلقيني تلقاني انا دافع عن رفيجتي ما ارضى يعني اذا جت وحده مثلا قاعد تقول لي ان ترى فلانه قاعد تقول كذي 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 مثلا عنك تلقاني ما اقدر لازم ادافع عن رفيجتي حتى لو كان الكلام يضرني صح. تلقيني قاعد ادافع عن رفيجتي لان يعني في النهايه رفيجتي وتروحين تواجهينها بالضبط بيني وبينها اتكلم انا وياها اعرف ليش مثلا صار هالموقف يمكن تمر علينا وايد اشياء واكثر الاشياء اللي تمر علينا تكون ثنتين جرام بعض وحده تدش تبي تسوي موضوع بينكم صح لكن اذا اكتشفتي ان هذا الموضوع صح ورحتي كلمتيها وقالت لك صح انا قلت كذي كذي ايش راح يصير الموضوع قدام الناس المفروض ان انت تكونين ما في شيء ما في شيء بين بينك وبينهم يعني ما احس حلوه ان انت تبينين حق الناس ان انت صار تاتش بينك وبينها وان الكلام صح اللي ينقال لان هني حتى هي راح يصير يعني تحسسينها شوي بالنقص يعني حتى اذا انت بتكلمش بعدين يعني يصير فيها نتنها مسويه شيء يضرك فتصير مو صح. حلو شكلها ولا حلوه صورتها فعلا اسرار بس بقول لك شيء ان الخيانه كذا نوع في خيانه ممكن ننساها وممكن أن نغفر وممكن أن ندافع حتى عن الناس القراب بس في خيانة ما تغفر حتى لو كانت صح. أعز الناس آه في خيانة ممكن أنت بينك وبين نفسك ما تبين تبطلين الموضوع ولا تبين تشوفين الشخص صح. ولا تبين تناقشينه حتى وحتى لو أحد يتكلم بتسوي روحك أنت ما تعرفينه من كثر ما جرحك هذا الإنسان ففي الخيانة أنواع فاكيد صحيح. احنا حابين نسمع رأي مشاهدينا اللي حاب يقول لنا رأيه بتويتر اترايكم اس والارقام الظاهره اسفل الشاشه. نعم على هذا الموضوع أنا قلت قلتي الخيانات انواع يعني احنا ما نقول خيانه أن هي سوت شيء او من الظهر لا يعني حتى لو صارت مشكله صغيره تكبرت بينك وبينها اتوقع هذه واحده من الاشياء اللي تجرح او تمس الصداقه بينك ما رفيش يمكن صار موقف معي بين واحده قريبه حيل وياي. قلت لك نفس الشيء كنت ماخذة موقف الدفاعي وكنت قاعد أدافع عنها وما أرى لكن اكتشفت بعدين أنها صح الكلام اللي كان صاير وصح أنها هي قايلة كذي صار يوم عرسها بلغتني أن عرسي وشي وأنه تعالي المفروض لو انا لو وحده غيري ما راح تروح راح تقول ليش اروح عرسها مثلا صح. بس انا قعدت بيني وبين نفسي فكرت فيها يعني هو يوم بس يعني يوم بالعمر كله ما راح يتكرر مره ثانيه اي مشكله صارت ممكن الواحد يغفرها ليه بعدين زين انا ما رحت عرسها بعدين صار الموضوع بيني وبينها عادي وردت المياه لمجاريها راح تحسف ان انا ما رحت عرسها ولو وقفت معها وقفه الرفيجه اللي اللي تكون معاها وتشيل طرحتها وهي داشه عرفتي صح. فاتوقع ان الواحد لازم انه هو يسامح لازم ما ياخذ موقف في اللي يكون دفاعي وهجومي وان انا خلاص راح اقطع علاقتي معاها ولا خلاص ما بيتواصل وياها صح اسرار ومن انواع الخيانات هم انه انت لما تيجي تصير رفيجتك كلوز وسنين معاها وهي تشكيلك وانت تشكيل لها واسراركم مدفونه آه من ناحيه بعض ويوم يوم من الايام ان انت تشكيل لها عن فلان تشكيل لها تشكيل لها وفجاه تلاقين آه الشكوى كلها كانت تروح وتنقال هذا نوع من انواع الخيانه صح آه اكيد آه اكيد فانت بهالتصرف ما تدري شنو تسوين انا صار فيني يوم من الايام هذا الموقف ان انت لما لما اي اشكي اشكي اني انا كني اكلم نفسي مم. مع هذا صحيح. الشخص فانا لما اشكي كنت اشكي حق رفيجه اخت فجاه الاقي الكلام كله كان يتسرب ويطلع هو مو صحيح. كلام عيب بس صحيح. ان الواحد لما يكون متضايق ممكن حتى لو يسوي المواقف اوفر حتى لو شنو كان انا قاعد اسولف حق واحده من رفيجاتي فلما يروح انا اللي تصرفت إن انا انصدمت صدمه يعني صدمه صدمه ويعني يعني لا الحين يمكن مو قادره اسامح عدل عدل اني مسامحه بس مو مسامحه من صحيح. داخلي خلي اقول شيء احنا يمكن طبع البنات مو الكل طبعا البعض منهم يحبون انهم يسولفون يحبون انهم يعني تنقل الاسرار وهالسوالف صح. عند وجهك بس اتوقع ال... لما يكون الريايل عكسنا يعني ما اتوقع حتى تصير بينهم مشاكل يعني حتى لو والله فلان قال عنك شيء تلقينه عادي باكر رايح وياه عادي عندهم بس احنا البنات يكون نوع من الحساسيه زايده عندنا نعم صح اسرار راح نتكلم اكثر ونتناقش بموضوع حلقتنا اليوم بس خلونا مشاهدينا نروح هذا الفاصل راجع لكم على الفنون القتاليه المشاهدين بعد هذا الفاصل مع شابات تدخلوا في مجال الفنون القتالية وبالأخص الكاراتيه وتألق اسمهم وسطع في هذا المجال راح نتعرف أكثر على هذه الرياضة وهل تصلح لنا تدخل في هذا المجال خصوصا هي قوة تحتاج لي قوة وتحتاج لنا الواحد يكون عنده أنا أتوقع أنها تحتاج عضلات لكن ضيوفنا اليوم جايين بدون عضلات ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستديو مناير سالمين مدربة كاراتيه وحائزة على ثلاث أحزمة سوداء وعدة شهادات دولية في التدريب حياك الله مشكورة يعطيك العافية وأيضا روان البكري لاعبة كاراتيه حياك الله <applause> حياكم الله ونورتونا اليوم في حلقة البنات اللي دائما ما نطرح قضايا للشابات اكيد بداية مناير نبي نبلش معاك نبي نتكلم شلون بلشتي في هذا المجال شلون دخلتيه شنو اللي جذبك في هذه الرياضة؟ بدايتي مع الشوتو كان هو نوع الكاراتيه اللي احنا نتدرب فيه كان سنة تسعة وتسعين كان عمري تسعة سنين وتدربت لمدة تقريبا ثمان سنين بعدين دشيت منتخب الكويت وبالفين وداعش صرت مدربة نعم فانت بديتي من عمر جدا صغير في أه. هذه الرياضه وبديتي تدربين وتكبرين اكيد في هذا المجال لكن روان طبعا انت حصل على الحزام البني في هذه الرياضه اللي تعرف اكثر على سبب دخولك في هذه الرياضه وش اللي جذبك فيها سبب دخولي في الفن الكاراتيه او الفنون القتاليه عامه هي اختي الكبيره كان عندها هوس مو طبيعي بالفنون القتاليه ومن يوم هي صغيرة يعني اثر فيها فيلم ذكرياتك <applause> وكانت تطبق علي حركات تشوف اي كده وهذا وتقولي مثلا هذه نقاط الضعف هذه كده <applause> انا ميولي كانت شيء ثاني بتاتا كنت احلم باني اكون لعبه باليه. <applause> بس <applause> <applause> اي كلش يعني شيء بالياب بالكويت للاسف ما في اكاديميات يعلمون مثلا بالي وهالشغلات فتاثرت <applause> فيها فقلت ليش ما ادش هالمجال واشوف نفسي لوين اصل وسبحان الله يعني الحين صار لي ست سنين ويعني خذاني الكاراتيه بشغف مو يعني صار خلاص شيء اساسي yeah. شيء اساسي بحياتك الله <applause> يوفقك في مناير رد معاك شلون انت لما دشيتي هذا المجال شلون كانت رده فعل اهلك رفيقاتك الناس القراب اللي اليوم. شلون كانت رده فعلهم؟ والله اول شيء ابوي قال شنو انت صبي؟ <applause> كان اقول لا يعني انا جربت كرة سلة والبالي وجربت كل شيء يعني بس ما عجبني شيء، الشيء الوحيد اللي حسيت اني اقدر استمر فيه هو الكاراتيه، وانا كنت وايد صغيرة ورفيجاتي كلهم كانوا معي بالتدريب، والمدرب كان وايد زين وكملت وكان عمري 13 سنة وكان ارد البيت واقول حق أبي والله انا بوقف. لان تضايقت بالتمرين صارت سالفة، بس لا ما اقدر ما اقدر اهد الكاراتيه، تعب تعب نعم. وايد تعب صعب. انا وروان ويا بعض بالنادي وانا ادربها وهي تتدرب معاي بالمنتخب يعني بتشي وبلاد واللي ترد البيت وطقت على جسمها بس لا نقعد الصبح اللي بعده نروح نتمرن نعم يعني عشان عشان كذي انا اقول ان هي تحتاج لقوه ويعني كل واحد يكون لما يفكر كاراتيه يتوقع يعني شخصيه قدامه راح تكون مفتونة العضلات، لازم تحتاج لعضلات عشان تقدر ان انت يعني اذا بندخل بمفهوم الفنون القتاليه احنا كذي احنا نشوفها في المفهوم العام، لكن في اساسيات يمكن الناس ما تعرفها، ما تدري ان هذه الرياضه ممكن يمارسونها حتى البنات مثلكم اكيد وشراكم، اروان بتكلم اكثر على رده فعل اهلك في هذه الرياضه ودخولك فيها، واختك دخلت وياك ولا لا؟ اختي دخلت طبعا احنا بالكاراتيه دشينا ستايلين يعني عندكم مجال الكاراتيه تحته كذا فن فن الشوتوكان فن الكيوكشن فن الشورن ريو دخلت الشوتوكان وبنفس الوقت الشورن ريو أما تقريبا لهم نفس الاساس بس الشورن ريو مختص اكثر بدفاع النفس فهي دخلت معي فن الشورن ريو حصلنا على الحزام الاسود اثنيناتنا بس لظروف خاصه هي وقفت وانا كملت بالشوتوكان <applause> مع سنسا مناير ف يعني هي دخلت معي وقفت طبعا من ناحية الأهل أو خلينا نقول الأصدقاء عرضوني بشكل مو طبيعي يعني نفس <applause> سانسي مناير قالوا لي أنت صبي يعني أنت ريال عشان تحتاجين هالشغلات بس أنا أشوفه <applause> بالعكس <applause> <applause> يعني إذا بمفهوم الشعب هني إذا مثلا الرجل أو الشاب يحتاج فنون قتالية يعني مثلا يبني عضلاته فالبنيه هم بعد تحتاجه مهما فلن. يكون يعني هي إيه تبي تدافع عن نفسها حكي. تبي تحمي نفسها من كذا شغله تبي نعم. مهما يكون تبني ثقتها بنفسها فهالشيء نعم. وايد حلو بس الغير للاسف عرضة نعم. نعم طبعا احنا اه وايد قاعد نشوف امور اه الشباب دائما كانوا يقولون انه مستحيل البنت تدش فيها بس البنت قدها وقعدت تقدر تدخل وتبدع في اي مجال قاعد نشوفه مناير نبي نتكلم عن دخولك انت لما دخلتي كنت لاعبه عاديه صرتي مدربه شلون صار هذا الشيء والله قبل لا اجاوب على هالسؤال عشان ابوي ما يعصب علي لا ابوي كان ابوي كان وايد يعني بالعكس يشجعني وابوي وايد كان موجود بالبطولات وامي بعد وامي وابوي سافروا معاي راحوا معي بطوله العالم وردوا فحتى رفيجاتي كلها دائما معاي بس اول ما قلت حق ابوي والله ابي اتدرب كاراتيه كان عمري تسع سنين ووحده ضعيفه وصغيره يقول انت شنو انت وين وكاراتيه وين؟ زين <applause> آه شنو كان سؤالك؟ ان انت دخلتي كنتي لاعبه اي في فن الفنون القتاليه وصرتي مدربه، شلون صار هذا الشيء؟ آه والله في اتحاد بالكويت اسمه جي كي اي الاتحاد الياباني م. العالمي لتدريب الكاراتيه الشوتوكان نعم آه ب 2011 دقوا علي قالوا لي والله نبي نفتح فرع للنساء فقط، نبي تجي تكون المدربه، فرحت وخذيت بعض الكورسات وخذيت ليس اني اكون مدربه وحكم نعم آه فالحين قمت ادرب والحمد لله عندي بنات وفريق وملتزمين نعم روان يمكن قبل شوي ذكرتي ان انتي البنيه تحتاج ان هي تكون تتعرف على هذه الرياضه لدفاعاً عن النفس فهل اضطريتي يعني ان تستخدمينها في يوم من الايام وهل تشوفين انت ممكن في المستقبل تستخدم تستخدمين هذه الرياضه في تدافعين على لنفسك سؤال موجه لكم انتيكم بالنسبه لي يعني لما تحطين مع الشخص اللي قدامك حدود هو مستحيل يتعداها صح سواء بالكلام او حتى لما هو يتعد يتعدى هالحد انا ممكن ان هني صدق ادافع عن نفسي يعني وتصير كذا مره مثلا بالمجمعات أه بيوم من الايام كنا قاعد نتمشى انا واختي بمجمع وكنا تونا ماخذين الحزام الاسود ومخلصين الامتحان ورايحين ففي واحد يعني ما ادري هل هو كان في خلل او شغله شيء كان كان وايد قاعد يتعدى علينا فوصل لدرجه انه لا يبي يهجم مم. لما شفت صار هالموقف اول شيء ناديت السكيورتي ان هذا كت 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 طلعوا من المجمع اذا ما في سكيورتي انا هني ممكن اني صدق مم. استخدم اللي انا تعلمته أنه يعني ادافع عن نفسي بس صحيح. ليش ما اضرينا ما اضر مم. ليش لان الكاراتيه هي مو فن هجوم مم. فن دفاع فن إزحيح. ان شلون اول شيء تحط حدود بينك وبين عدوك تتفادى بعدين اذا هو هجم عليك انت اللي تدافع هذا فن الكاراتيه مو أنه انا اقوم يعني من نفسي كذي واهاجم الناس وهذا الناس اللي هم عبالهم انه مثلا لعبه الكاراتيه دفشه وتهاجم <applause> ولا بالعكس يعني كاحنا وكفريق الكاراتيه مفهوم ثاني انا اتوقع ان كل بنت لازم تتعلم هذه الفنون القتاليه أوكي. حتى لو شيء بسيط بس انه في هالزمن تحتاج البنت انها تدافع عن نفسها في مثل هذه الرياضات ويتعلمونها مناير بالنسبه لك نفس السؤال آه لا الحمد لله يعني ما صارت اي موقف آه يعني اللي تعلمته بالكاراتيه اني ما استخدم الشوتوكان بطريقه سلبيه مم. يعني آه واحد يهجم <applause> علي طبعا اعرف ادافع عن نفسي بس قبل اسوي شيء اقول له لو سمحت واتس ذا بروبلم شو المشكله نعم فهل تشوفين ان هذا يعني كل بنت آه يعني مهم انها تتعلم مثل هذه الفنون القتاليه؟ مو بس البنات يعني الجميع يحتاج انه يتعلم فن قتال مو شرط الكاراتيه يعني واحد يدش كاراتيه ما يعجبه يروح تايكواندو ولا ياهل يدش البوكسينغ مو شرط يعني البنات يوني يكلموني ما اقول لهم اشتركوا الحين ابيكم الحين الحين اقول لهم والله جربوا اسبوع صحيح. اسبوعين اذا اذا عجبوكم اذا لا والله في نادي ثاني يدربون تايكواندو صحيح. يعني مو شرط الكاراتيه على حسب الشخص. صحيح. صحيح وانا اتوقع الحين حتى المناهج الدراسيه قاموا في مرحله الثانويه قاموا يدخلون الكاراتيه والتايكواندو اللي هي اخر سنه اخر سنه سنه 12 بالثانوي صحيح, صحيح. انا لحقت على التايكواندو ترى اي في ف... تايكواندو والكاراتيه صار شيء اساسي يعني بالمنهج صحيح وانا اتوقع ان هذا شيء مهم ترى للبنيه انها هي لكن هل تشوفون ان هذه الرياضه تواجه نوع من الصعوبات او النقص في المجتمع الكويتي روان آه من ناحيه الصعوبات يعني قصدك بالتمرين نوعا ما في كل شيء اوكي بدايه مع التمرين التمرين لاعب الكاراتيه اذا استمر مع التمرين مستحيل يواجه اي صعوبه مم. لان مهما يكون نفسيا وعقليا هو تعود على سيستم معين مم. تعود على انه يتعود كل يوم يروح تمرينه ساعه ساعتين مم. يتعب يبكي نوصل لدرجه انه نبكي مرات بس خلاص يعني نفسيتك ما انت قادره تستحمله بس يبقى ان هالشيء لا يعني تتعودين عليه اذا وقفت التمرين هني ممكن انه يصير صعب صح. يعني توقفين تمرين اسبوع اسبوعين وتردين مره ثانيه لا هني جسمك أهو راح يواجه التعب من أه الشد العضلي اشياء ثانيه أه خارجيا الناس اول ما كانت تشجع م. بس الحين بالعكس الحين لما تشوفون لعبه كرتي عندها طموح كبير ومثلا تخطط حق اشياء بعيده بالعكس راح يشجعونك ليش انه يبون احد يمثل الكويت بهالشغله، خاصة كبنات، يعني دول برا البنات ما شاء الله وايد قاعد يتقدمون. صحيح. يعني دول الخليج ودول اوروبا، فليش ما بالكويت يشجعونا؟ والحمد لله قاعد يصير تشجيع. نعم، الحمد لله أكيد احنا نفتخر في الفتاة الكويتية أه. لما تتعلم نفس هذه الفنون أه. الغريبة اللي ممكن الواحد يستغرب انه شلون بنت ممكن أنها تتعلمها. مناير كلمينا عن هذه الصعوبات من وجهة نظرك. شنو طبعا الكاراتيه شيء جديد بالكويت يعني حق البنات ما يشوفون وايد بنات يتدربون كاراتيه فهذا شيء جديد وشيء غريب ونقول حق الناس والله انا العب كاراتيه طالعون يعني يقولون انت تلعبين كاراتيه؟ إيه وانا مدربه بعد انت ف وبعدين يعني السبورت من الدوله يعني الشباب بالسنه عندهم اربع بطولات اقل شيء اربع بطولات <applause> وراتب يبون نادي كل فريق في نادي يبون مدرب كل مكان في مدرب البنات لا يعني انا اخر مره طلعت بطوله يمكن قبل سنه ونص سنتين والله <applause> اي <تصفيق> وراتب طبعا ما في ومدرب يلا حصله فعشان كذي انا فتحت نادي للنساء فقط اي وحده تبي تجي حيا الله نعم اكيد هذا شيء جميل منك مناير مناير اكيد احنا مكملين معك باجي فقراتنا روان البكري لاعبه كاراتيه اذا الحزام البني حياك الله معنا ونورتينا لليوم اكيد راح يكون معنا لاعبه ثانيه اللي هي حفصه النجم راح تكون موجوده في السيجمنت الثاني كلمه اخيره حابه تقولينها روان أحب أشكر طبعا كل أصدقائي اللي شجعوني وخاصة اللي معي بالكلية يعني تشجيع كبير مو طبيعي كدافع أن أستمر بالتمرين وأستمر مثلا عندي بطولة يا شهر اثنين وهم يعني ما شاء الله صدق صدق كيومي هم الدافع لي أن مثلا أروح التمرين وأتمرن وأحب أشكر أهلي أهلي هم بعد طبعا لهم يعني مكانة كبيرة بأن مهما يكونون يخلوني أروح أتمرن و يعني يبون اني ارفع راسهم بهالشيء وثالثا اشجع كل بنيه قاعده تفكر والحين قاعده بالبيت قاعده تطالع تعالي التمرين يعني مو تمرين الكاراتيه بس رياضة عامه يعني ليش صحيح. ليش البنات حاطين بمفهوم انه لا احنا لازم نقعد بالبيت ونروح نسوي شوبينج ميك اب يعني اشياء اشياء أشياء. اشياء بس توبكس معينه عند البنات، ميك اب شوبينج، جمعات، مطاعم في في بنات في بنات ترى <applause> يمارسون الرياضه وبس يمكن رياضه الكاراتيه مو مسلط عليها الضوء بشكل عام مو اي اي فن ثاني صحيح. يعني واكيد لما جاي يشوفونكم يعني مثال جدا حلو وطاقه ايجابيه عندكم جدا جميله اكيد راح يفكرون في هذا الموضوع روان الله يوفقك ان شاء الله شرفتينا اكيد في هذا الموضوع، مش مكملين معاكم باقي فقرات رايكم شباب راح تنضم لنا لاعبه اخرى من الكاراتيه بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مكملين معاكم فقرات رايكم شباب والفنون القتالية بالنسبة للنساء أو الشابات في الكويت انضمت لنا لاعبة كاراتيه مميزة وحاصلة على الحزام الأصفر حفصة الناجم حياة الله معنا محيط. حفصة بداية احنا تعرفنا على مناير وتعرفنا على روان، شلون دشيتي هذا المجال؟ شو اللي خلاك تختارين هذا المجال الفنون القتالية؟ شلون كانت ردة فعل الاهل والمحيطين فيك؟ بالبداية انا احب الفنون القتالية ان جنرال. كنت من زمان اطالع الافلام شان، الله روكي زين احب الفن القتاليه بس ولا مره جربت مم. اوكي حلو وكنت احاول ادور مكان بس مو عارفه وين اروح فيوم سمعت بالكندشن كومبات والجي كي اي قلت خلنا اجرب ويوم جربتها حبيتها دشيتي فيها خلص. تعمقتي فيها إيه. زين واهلك الناس اللي حوالينا استقبلوها الفكره مم. نفس ما قالوا اول شيء قالوا لي مو حقك حق صبي بعدين تقبلوها <applause> في من <applause> بس بعدين يوم بدت الطقات وشاف البروزز اول اوفر ماي بادي قاموا يقولوا لي بس خاص وقفي وانا عناد لا شيء حلو لكن هل تشوفين ان انت عنادك واصرارك في ان انت تتخلين وتتعلمين فادتك بشيء؟ شنو يعني قصدك؟ يعني فادتك هالرياضه هل شفتي ان انت غيرت بشخصيتك صرتي اقوى شخصيتك اقوى ايه؟ هل ممكن انت تستخدمينها في انك تدافعين على نفسك؟ أه للحين انا مو واثقه اني هل اقدر استخدمها بالضبط اني ادافع نفسي وان شاء الله ما استخدمها. اصفر أفر. اصفر تقدرين ان شاء الله <applause> الحزام الاصفر اول شيء بعد إيه؟ الحزام الابيض يعني ما صار لها يمكن الحين كم أه شهر اربع خمسة اشهر خمس اشهر خمس الحين باقي لها أه ان شاء الله مو واثقه وان شاء الله ما احتاجها يعني حتى لو وصلت وقمت اعرف ان شاء الله ما احتاجها. نعم أه الرياضه غيرتني طبعا او اثرت فيني من ناحيه من كذا ناحية وذر منتلي سايكولوجيكلي فيزيكلي يعني من ناحية الجسدية حسيت جسمي مرن أكثر اكتسبت مرونة أكثر صحيح. نعم. اكتسبت قوة أكثر بجسمي نعم. من ناحية الاجتماعية حتى تعرفت على ناس وايد بنات بنات يعني بنات استانس I have fun when I meet them يعني استانس لما أشوفهم من ناحية المنتلي اللي هي النفسية وايد ساعدتني إني إذا كنت مثلا بموقف من ستريس يعني مثلا من ستري من دراسة ولا من شغل أي شيء أروح الكاراتيه أنسى كل شيء بره، أركز بالكاراتيه فأرتاح نفسيا نعم هذا يروح مني الله يوفقك ان شاء الله توصلين بعد حق اللي اتوقع بعد حزام البني صح الأصفر؟ يعني أتزام... بعد الاصفر بعد الاصفر لا بلتخلي. بلتخلي بلتخلي بعدين الاخضر ازرق <applause> بنفسجي بني اسود ان شاء الله توصل حق الـ الـ الاسود يا إن شاء حفصه آه منايا احنا بنتحكي عن البطوله البطولات اللي دشيتيها <applause> والمنتخب بس قبل انا بنتحكي عن التيشيرت اللي انتم لابسينه اللي هو كونديشن كومبات شنو موضوعه كونديشن كومبات اسم النادي مالي <applause> حلو اي فأنا قلت يعني كل فرع بالجي كي اي هو الاتحاد الياباني عندنا تقريبا عشرة فرع بالكويت كونديشن كومبات فرعنا للبنات كلمينا عن النادي نفسه انه كم بنيه موجوده إحنا هل يقدمون شهادات ولا لا؟ اي نعم شهادات احنا القطاع الخاص بالكويت اللي نوفر شهادات معترف فيها عالميا من اليابان، م. يعني اول ما يختبرون عندنا لازم ينطرون شهر ونص شهرين على ما توصل شهاده من طوكيو وموقعينها من الاتحاد الياباني بطوكيو. حلو. اي. فكم كم بنية لاعب لاعبة عندكم في هذا النادي؟ وهل تشوفون في اقبال عليهم حتى انهم لو كانوا كبار قاعدين يدشون نفس حفصة؟ اي نعم احنا كنا اصغر عمر عندنا أه 19 وعندنا ناس وايد كبار 32 يعني الكاراتيه رياضة العمر. صحيح. اول ما م. نبلش يعني ما توقفين انت تشوفون حتى بالافلام واحد عمره 70 سنه يناقز ويسوي صحيح. حركات انت على بالكم هذا لا هذا فيلم لا بالصج احنا شايفين بطوكيو شايفين برا ان الصج في ناس كذي واحد اول دمان. ما يبلش بالكاراتيه ما يوقف طول صحيح. عمره وهذا شيء الشيء الحلو بالكاراتيه ان الكل يقدر يستمر فيه صحيح. الكل يقدر يدرب فيه كم لاعبه عندكم تقريبا 15 15 نعم اتوقع هو رقم صغير ترى صح رقم صغير يمكن عشان مقارنه بالباقي يمكن عشان ممكن الاهالي يرفضون او إنه مثلا مثلا الرياضة ما حد يعرف عنها وايد فعشان كذي عدد صغير عندهم فاتوقع انا في في الاشهر الجايه او في السنين الجايه راح يكثر العدد ان شاء الله. احنا احنا كل شهر يجون خمسه ويطلعون خمسه يجون خمسه <applause> ويطلعون خمسه وانا شنو ريلي قال لي ليش ما ليش ما تدربين ياهال؟ قبل كنت ادرب ياهال والله العظيم الكلاس يمكن 40 ما ادري 60 <applause> شخص قاعد يقول لي البنات صعب قلت له ايه ادري ادري انا ادري البنات اللي حامل اللي متزوجه اللي ما تقدر تطلع اللي دوام اللي بتنام اللي ما شنو ادري ادري بهالشيء والبنات دلع غير عن من... صح. صح اوكي بس انا قلت انا ما ابي فريق خمسين وحده لو عندي خمسه بس ملتزمين واقدر اطلعهم بطولات ويجيبون ميداليات اوكي انا اي ام هابي خلاص مو محتاجه كلاس كبير نعم لكن هل تشوفين ان انت اللي دربتيهم وصلتيهم لبطولات خارجيه اول واحدة راح تشارك معاي بطولة انديه اسيا بالكويت اول بطوله يسوونها روان اللي تو كلمتوها ان شاء الله بشهر اثنين. نعم شهر اثنين راح تكون وين بالضبط البطوله؟ بالكويت. في الكويت؟ اي نعم اول مره يسوون البطوله هنا، وانا شاركت باكثر من بطوله من قبل، بطولات محليه وعالميه. نعم وفي مدربين من برا جايين يقيمون هذه الرياضه البطوله اللي راح تكون اي في الكويت؟ نعم اكيد لازم. نعم الله يوفقكم ان شاء الله اكيد احنا فخورين فيكم وودنا نعرف شنو راح يصير معاكم ان شاء الله في الايام المقبله في البطولات حفصه أخرد لك حفصه نبي نتكلم عن الصعوبات شنو الصعوبات اللي واجهتك بما انك انت تو تصل خمسة اشهر فشنو الصعوبات اللي حسيتي ان لا يعني ممكن تخليك شويه تردين بكلامك اوكي اتس لان كلهم قالوا يبكون هذا انا Actually enjoyed it يعني انا كنت استانس اروح الكاراتيه، قلت لهم والله اليوم تدريب اوكي بروح، يعني ما كنت اشوف الصعوبه وايد بالعكس حتى لو صعب استانس ابي اسوي نعم يعني لانه ف... هوايتك يمكن الشيء الصعب اللي هو انا نفسيا انا احب لما اشوف الحركه تسويها سنسي مناير اتس سو بيرفكت وايد مثاليه فاذا <applause> انا بسويها ابي اسوي اي سيك بيرفكشن احب اسوي أم. شيء نفس المستوى إيه مم. ف يعني مو معقولة أنا مصر مثلها فتحبط وخصوصا <applause> لما تيجي ترفس فالكيك مالتها سو <applause> هاي so ف هي إيه يمكن عشان أول قانون هي صار لها فترة أول قانون الكاراتيه سيك بيرفكشن أوف كاركتر أول قانون واحنا بعد التمرين كل يوم في فايف رولز بعد التمرين كل يوم نقول الفايف رولز بالياباني قبل لا نطلع من الكلاس. <applause> زين ناير بما انت ذكرتي الرولز اللي تاخذونها في الياباني اول شيء انا ابي اعرف انت من وين تعلمتوا هذه الكلمات؟ لان اتوقع يعني اللهجه صعبه وهل كل حركه ممكن ان تسوونها لها مسمى في الياباني؟ وشنو هي الفايف <applause> <applause> رولز؟ اوكي. هو أه، الكاراتيه فن آه، ياباني فلازم واحنا ندرب لازم نعد بالياباني اكلمهم وطبعا الكلمات بالانجليزي بس بعدين لما اشرح الحركات بال... بالياباني لازم يحفظون وشلون يحفظون انا اطبع لهم ورقه بالانجليزي وبالياباني وبال... عشان يحفظون طبعا اول شهر, شهر شهرين م. ما راح يفهمون شيء بس شوي شوي يعني مثلا مره درب لما كنت ادرب يا هال واحده بعد التمريات وقعدت شي صغيره تقول لي اي دونت سبيك جابانيز اقول لها اي نو ادري انه ما تتكلمين ياباني عادي بس لازم يتعلمون لان اذا سافروا برا اي دوله راح يدربون بالياباني صح, صح. هذا هو لو يروحون جيرماني لو يروحون استراليا راح يدربون بالياباني فلازم يتعلمون <تصفيق> نعم <applause> <applause> وشنو هم الفايف رولز بالانجليزي ولا بالياباني ياباني <applause> بالياباني قوليهم <أه بيبي اوكي okay. يلا Second one, hitotsu, makoto no michi o mamoru koto. Hitotsu, doori yoko oyashi no koto. اي ما شاء الله فاهمين بس احنا انا وصلنا بنوضح حق المشاهدين شنو هم بس بس انتم فاهمين احنا فاهمين ايه احنا فاهمين بس يا ريت لو تقول لنا بالعربي شنو اول واحد uh, you're asking the wrong person. المثالية في شخصيتك قبل. respect others. احترام الآخرين. violent behavior. يعني ما تكونين violent بالتصرفات صح. to الآخرين. Be sincere. Be كن مخلص. Faithful. دائما What's the last one? Put maximum effort into everything you do. <applause> كل ما تسوي شيء حاول تسوي كثر ما تقدر بيرفكت. حلو آه وضحت الحين حق المشاهدين مو حقنا آه نبي اخر شيء نبي نسالكم على عجاله بس اثنينكم تجاوبون انه شنو اللي تطمحوا له شنو اهدافكم المستقبليه؟ تفضلي مناير والله ان شاء الله ان الكاراتيه تصير شويه للبنات يعني يحترموننا اكثر. والسبورت <سؤال> <صفيق> يكون شوية أكثر ويعملون مثل يعني شفتوا الشباب واحد يرد من من بطولة برا الكل يروح <صفيق> المطار أنا رحت بطولة العالم رديت ولا أحد يدري عني <تسأل> قلتي <كتصفيق> <applause> لي <محلي> لسه المرة إن شاء الله, <محلي> الله فان شاء الله إنه بالمستقبل بنات أكثر راح يدشون النادي وراح يطلعون معي بطولات وأنا <سألوب> مستحيل إن أشارك بأي بطولة من الحين بدون فريقي <صفيق> <applause> <سأل> أكيد وبالنسبة لك حفصة أه، ان شاء الله اكمل بالكاراتيه ان شاء الله اوصل اعلى من عينك على الاسود ان شاء الله تقدرت ليش لا <applause> نعم اكيد راح تقدرين خصوصا أنت بنات جدا متميزين في هذا المجال وعندكم هذا الحب في هذه الرياضه القتاليه واعطيتوا صوره جدا جميله للبنيه شو ممكن هي في هذه الفنون القتاليه بعيدا عن بعض الامور اللي احنا ممكن احنا نعتقد ان هي صعبه للبنيه اللي تسويها آه نعم اسرار كل الشكر لكم استمتعنا معكم اليوم مشكورين ما قصرتوا مشاهدينا جاوبوا على سؤال الحلقه شنو تسوين اذا رفيشتك او عز الناس خانتك وهل راح تسامحينها ولا لا عن طرق عن طريق طرق التواصل وتابعونا من بعد الفاصل خليكم معنا رجعنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل في اخر سيجمنت من رايكم شباب واذكركم في سؤال حلقتنا لليوم هو شنو شلون تتصرفين اذا اكتشفتي ان صديقتك او اعز الناس اللي قراب منك خانتك او طعنتك بظهرك شلون ممكن تتصرفين مع هل تسامحين او لا يمكن قبل شوي شيخ تكلمنا كل وحده شلون ممكن هي تتصرف لكن بشكل عام اذا نبي نلخص البنت مو مو احنا اذا نبي نلخص البنت هل تشوفين البنيه ممكن هي تسامح اذا كان طعنتها يايا من من اقرب الناس لها؟ شوف انا قلت لك ان هي بما ان الخيانه انواع في انواع اي البنت تسامحها عادي والبنت يعني من طبعها فيها حنان زياده فممكن أن هي تسامح او انه حتى لو تقعد فتره بس بيها وقت بتسامح في جتها او اعز الناس لها بس في خيانه ما تنغفر لها يعني في في خيانات ما تقدرين يعني ما تقدرين ما تدري شو تسوين في هذه المواقف صح شوفي هو في ناس تكون تقولش لا انا مستحيل اسامح بس يعني من احنا عشان نسامح إذا الله سبحانه وتعالى يغفر أكيد. ويسامح ذنوب اصغر ناس من عباده فليش احنا ما نسامح انا ما ادري ليش في ناس تكون عندها هذه الحزازية ان انا لا ما راح اغفر ولا راح اسامح واللي الشيء اللي سويته هو وايد كبير نعم زين ممكن الواحد يتعلم من اغلاطه في المستقبل حتى لو كان الغلط وايد كبير واثر فيك لكن اكيد هي تعلمت من هذا الغلط ممكن انت تيلها من من جانب تخليها يعني تستحي حتى بعدين ان هي تي تحط عينها بعينك ترى تقدرين تسوينها بدون على المشاكل حتى لو كنتي قاعد تكلمينها وتسلمين عليها وكل شيء طبيعي بينكم صح كلامك 100% اسرار ونعمه بالله اكيد اذا الله يغفر اكيد إحنا عشان ما ما نغفر بس اسرار انا اللي قصدي اللي بقوله ان يعني حتى لو تسامحينها حتى لو تقعدين معاها راح يصير شيء داخلك ان انت مستحيل تقدرين مو منك من داخلك تكونين انت مجروحه من من هذه الانسانه ان ابوي لا يعني راح يصير فيك ان انا ما راح اقدر اسولف على راحتي ما راح اقدر اخذ راحتي لان جرحتني في يوم من الايام فانا ما بيها ترد تعرف خصوصياتي وانا يعني انصح يعني كل البنات ان لا تعطين خصوصياتك كامله حق اي انسان بالدنيا حتى لو هو كان اقرب من روحك على نفسك لا لا تعطين كل اسرارك او كل خصوصياتك حق اي بني ادم ترى الدنيا بخير بعد في للحين في ربع تلقينهم من وهم صغار يكبرون وياك ومو معناتها ان كلهم شيخ مبين مصدومه وايد 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 لا لان انا كنت وايد عفويه يعني ممكن ان انت صح عندك اصدقاء بس انت تكونين متعوده من وانت صغيره ان انت ما تقولين خصوصياتك اللي حيل صح انا كنت لا يعني كنت كل شيء اقوله يعني انت رفيشتي حيل رفيجات عمري فكل شيء اقوله، فعشان كذي كنت وايد على نياتي، عشان شيء مصدومه انه ما يصير هو صح ما يصير البنت تعطي خصوصياتها اللي خصوصياتها خصوصياتها حق اي انسان. انا موجوده لا تحاتين واسمي حبيبتي اسرار. فاكتم الاسرار وما اطلعها عندي اسمي على مستوى لا تحاتين، لكن انا اشوف انه يعني احنا اللي نتكلم عن فئه يعني قله بين الربع يعني حتى لو يعني ممكن يحوشك اكيد صدمه من واحده من رفيجاتك، في ناس او في بنات ممكن اذا انصدمت عندها ان هذا خلاص هي فشلت في ان هي تكون علاقه صداقه بينها وبين اي بنيه كانت وان خلاص انتهت الدنيا وانتهت الحياه في ناس ما ما اقول أنتي أنتي مو كذي لا انا مو كذي انا لا ما اقدر اعيش من غير صداقه اي اكيد ما في حد يقدر يعيش من غير صداقه بس ترى في بنات ممكن هم يقعدون ممكن يحوشهم ترى نوع من التوحد من كثر ما انهم ما عندهم رفيجات ما يقدرون يثقون باي اي احد كان هل شفتي في مره في بنات شي ممكن يكون عندهم ممكن أصير يعني انا اللي صار فيني مو ان ابتعدت عن م. اصدقاء ولا ما بأصدقاء بحياتي لا، صار فيني ان عدم الثقه باي انسان كان، نفس ما قلت لك تو انا يعني أشياء الخاصه ما قمت اتحكى فيها، وايد اشياء ما قمت اخذ راحتي وايد مع رفيجاتي الا ناس معينه يعني من رفيجاتي آه هذا اللي تفقدين الثقه. صح. ترى يضايق الشيء انك تفقدين الثقه ب... صعب بناس قراب تردين صعب, صعب تردينها صعب تردينها بس ممكن انت تغفرين وتردين انت تبدين تسلمين وهذا بس صعب تردين نفس ما انت كنتي قبل حتى لو كانت واحده من رفيجات قراب عشان كذي الواحد ترى لما لما ما تلاحظين أن انت لما تكونين صغيره مثلا في الروضه ابتدائي متوسط في هذه المرحله تلقين انت عندك رفيجات ممكن انت تعرفين كل المدرسه صح. عادي يكون كل البنات عندك هذا في جاتش. تروحين مرحله الثانويه بدون يقولون تروحين للجامعه بدون يقولون تنخرطين في حياتك العلميه العمليه بعد الجامعه يبدون تلقينهم وحده اثنتين ثلاثه اللي يستمروا معك في هذه الصداقه صح. فانا اتوقع علشان كذي الواحد لازم يكون حريص لما هو يختار صديقة او صديقتها ولازم الواحد يحط باله خصوصا في ناس مثل ما قلتي ما تقدري تحطين ثقه فيهم صح آه وفي وفي ناس اللي مثلي ان انا ما اقدر اعيش من غير صداقه ومثل ما أفيد. قال استذكر آه آه هذا البيت من الامام الشافعي سلام على الدنيا اذا اذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة نعم اكيد خصوصا الاصدقاء هي اكيد نعمه من رب العالمين ترى أنه يعطيك صديق خصوصا نعم. في اصدقاء يكونون اقرب من الاخوان حتى حقك وتحسين ان انت انا يعني عندي صديقتي شيخه هذه واحده من خواتي اللي انا يعني ما اقدر استغني عنها نعم. وما تتخيلين ايش كثر احنا مو صداقه احنا اخوه بيننا فحلو لما تشوفين للحين في صداقات كذي يعني يعني ونما في البنت لما تكونين انت معك وحدة من صديقاتك تفتخرين فيها وين ما تروحين تكون وياك وعسى ما قالوا فلانه اللي قلتي والنعم فيها والنعم بشيخه رفيشتك عشان على اسمت. عشان على اسمي احنا نعرف فأكيد اكيد شيخه لان نتابع الانستغرام مالك فنشوف <applause> شيخه اكيد اكبر تحيه حق شيخه اذا هي اكيد من الصداقات اللي تخلص وان شاء الله تكون دايمه لك صديقتك للابد اكيد استمتعت معك اليوم اسرار في حلقه البنات نعم خصوصا احنا ناقشنا مواضيع كثيره وتطرقنا لموضوع الكاراتيه لكن شيخه هل ممكن انتي تشي في الكاراتيه كاراتيه ايوه <applause> ودافعين <applause> عن نفسك اذا احد خانت وطنت <applause> لا لا ايش <مش> دعوه؟ <applause> ممكن ادش اذا يعني اذا الوقت سمح لي ممكن انا ادش اتعلم انه ممكن مو اتعلم شلون اطق اتعلم شلون اصد اللي ممكن انه يتهجم او انه مثل هذه الامور نعم بس انا شفنا البنيه مو مو يعني حلو انها تدش في هذا المجال وهذه الفنون القتاليه لكن هل تشوفين ان البنيه لها قوه خصوصا لما تكون صغيره شفنا أفضل. مناير وهي صغيره وبدت تكبر في هذه الرياضه وهذه الفنون القتاليه بالأكس. اتوقع شيء وايد حلو منها انها دخلت في هذا المجال في الفنون القتاليه اسرار يعني مثل ما شفنا مناير ما شاء الله عليها كتكوته أي. وصغيرة يعني تقولين إن هي مستحيل تدش في هذه المجال صح. أو مثل آه هذه الفنون القتالية بس يعني شكلها كيوت أنا صح. أحس إن هي أي مو مو مع هذه يعني أحس إن آه ما قاعد تمارس الفنون القتاليه احسن ريح ناعمه. يعني البنت هي إيه بيدها تقدر تحافظ ان يعني هي تتم كيوته وب... يعني بنوته وبيدها تقدر ت... لا إن تدش تتعمق وايد في هذه الامور. صحيح خصوصا إن شكل البنيه ما له علاقه في هذه الرياضه يعني شفناهم شلون هم بنات صغار وبدوا في هذا المجال لكن تدرين يمكن احنا اكثر شيء نتخيل الكاراتيه في شنو؟ يعني يطرح عليك افلام جاكي شان لما يكون يطير انا ما سالتها اذا ممكن يطيرون لا احنا نشوف هذه الاشياء هي قالت بس ممكن اوفر <تكلم> يمكن <تكلم> <تكلم> اتوقع انه اوفر انه هو يطير يعني كل حركاته اوكي <تكلم> <تكلم> بس انه هو يطير لا اوفر <تكلم> <تكلم> يمكن صح مثل ما انت قلتي لكن انا شفنا السبب اكثر من البنات اكثر البنات اللي كانوا معنا اليوم قالوا انه هو السبب تعلقهم في هذه الافلام هي اللي خلتهم يدشون في هذا المجال يعني فاتوقع ان هذه هي الامور الصحيحه اللي قاعدين يتعلمون عليها صح وحلو ان البنات بداوا في نادي مخصص لهم واتوقع هذه فرصه حق اي بنيه ان هي تبي تدش في هذه الرياضه حتى لو تجرب تاخذ لها كورس وتجرب اذا تيوز لها ولا لا صح جربوا كل شيء لا تخلون شيء بخاطركم يا بنات وحلقه البنات انتهت اليوم استمتعنا معكم وايد وكل الشكر حق كل اللي كلمونا تويتر اكيد وما قدرنا نقرا تعليقهم على الهواء نعم كانت هذه حلقتنا لليوم ان شاء الله تكونون استمتعتوا فيها خلونا نشوفكم في حلقات جديده باكر مع السلامه باي